تقول 8 شو؟ خلينا نوقعك. ظهره ثابت وكويس. 8 الله يرحمه. الله يرحمه. الله يبارك له. الله يبارك له. إذا ما لقوا حل الرخص هل علف واستورد أو علف من برا وتبن حالة الغنام انتهت، يعني ما راح يظهر عندنا ثروة حيوانية خالص. الخروف ما صار له شيء أسبوع تقريبا، الخروف محرك حاله شوي، اللحم 26-25، اما بشكل عام السوق رخيص لاني العلف غالي. العلف كيلو التبن الابيض ب 3 ليرات وربع. مكان يعني الاغنام ترعى فيه ما في. 14 شوف شوف حط ايدك حط شوف شوف الغسلان هذا الفحل هذا هو جاهز. عالم نكتاني ما ضل فيها مصاري اخيو. وعلف غالي، تبن غالي، شعير غالي، الخالي غالي، من جميعه الغلا هيك دع سوا من بهالسوق هذا كله. هاي الأصيلة. الشام حلونا السوق. سعر الغنم والله ميتة. يعني الحز عندي نعجتين عشر حطات على الاولاد تاع ينطوني بهن 1300 ليرة. ونعجات كويسات، كان حق نعجة 700,000 800,000 سوري. يعني اليوم قبل كنت تبيع الراس كنت تجيب بطون علف، اليوم الراس الخمس روس ما يجيب لك طون علف. يعني الناج اللي عم الاول مثل الايام هاي كنا ناخذها على السوري مليون ومليون و200 الف، اليوم عم ناخذها ب 1000 تركي، ال 1000 تركي ما تساوي 400,000. واللي بده يشتري ناجه بده يبلش بيها، وين بده ياخذها؟ ايش بده يطعمها؟ مصروفه بالنهار 7-8 ليرات، اضرط الامور يعني. المربي اذا ما وجد عنده علف شو بده يشتغل؟ طيب انا بدي اربط وارجع اخسر؟ لا ما بدي اشتغل. والله الحال عند اللي مسلمين زمام الامور، انا هيك بعرف اللي مسلم زمام الامور هو اللي لازم يدعم المربي ويدعم التجار ويدعم الكل. احنا اللي نحرك المنطقه، احنا عصب المنطقه.